أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الميت بعد دفنه ترسل روحه إلى السماء ثم ترجع روحه بعد هذا فيسأل في قبره الأسئلة الثلاثة؟ نعم، الميت حين تقبض روحه يصعدون بها إلى السماء، المؤمن يفتح لها أبواب السماء، والكافر تغلق دونها أبواب السماء وتطرح إلى الأرض، كما في حديث البراء بن عازب الطويل، كما في حديث البراء بن عازب في أن الروح يصعد بها الملائكة، فروح المؤمن تفتح لها أبواب السماء، روح الكافر تغلق، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.